البداية هيحصل contraction للميل جينيتال اورجنز، لان انتم لما هتدرسوا معايا الريبرودكشن في النهاية هتعرفوا حاجة مهمة جدا، ان السيمن او الحيوانات المنوية للرجل بتبقى متخزنة في سيمينال فيسيكلز، متخزنة في مكان اسمه فاز ديفرنس. لسه الكلام ده هتعرفوه بعدين في الاناتومي والفيسيولوجي السنة دي. فهو الاوكسيتوسين يعمل ايه؟ عايز يخرج السيمن من الميل جينيتال اورجن، يخرجها. يبقى دي اول حاجة هيعملها، contraction of male genital organ. طيب السيمن ده اللي هيخرج هيروح فين؟ هيروح في الفيميل جينيتال اورجن اللي هو الفاجينا، اللي الناس بتسميها بالعربي المهبل. طبعا انا بحب ساعات نقول الكلام بالعربي، في ناس درسوها زمان بالعربي، فهيدخل في الفاجينا. بس في حاجة، علشان السيمن يتسحب لجوه عند الفيميل لازم الرحم يعمل contraction، يعني لازم ينقبض اليوترس عشان يعمل suction للسيمن، عشان السيمن ده يدخل. والكلام ده مهم. فيجي الاوكسيتوسين يقول لنا انا بساعد في كل حاجة، انا دوري الاساسي contraction، فانا كمان هعمل contraction لليوترس علشان يحصل قوة شفط للسيمن ندخله لجوه. لان بعد كده السيمينال فلويد هتعرفوا هتدخل في قناة مشهورة جدا اسمها فالوبيان تيوب. فالوبيان تيوب دي مشهورة قوي، لان هي من خلالها هل هيحصل فيرتيلايزيشن ولا لا. فطلبة كتيرة سألت يعني ايه fertilization، معناها تخصيب البويضة، لان الفيميلز في كل دورة شهرية بتكون اوفا. من خلال الانتركورس هل يا ترى هيحصل تزاوج ولا لا، اخصاب للبويضة دي ولا لا. يعني ممكن في الاخر الست دي تبقى حامل ولا مفيش فرصة يبقى الشهر اللي بعده. الكلام ده في منتهى الاهمية. علشان كده الاوكسيتوسين قال انا هعمل المحاولة دي، انا هدخل السيمن في الفاجينا، ومش هساعد الراجل وبس، انا هساعد كمان الست ان هي تستقبل السيمن ده عن طريق uterine contractions. الكلام ده حصل شهر ورا التاني ورا التالت لغاية ما حصل fertilization. فجه الراجل اللي اتجوز ده راح لدكتور النساء مع مراته، فقال له مبروك المدام حامل، حصل بريجنانسي دلوقتي. بعد 9 اشهر من الحمل، انا بقول لك التتابع الزمني للاحداث، حصل ايه؟ خلاص ولدت، والمفروض ان هي هترضع البيبي. تعالوا نشوف ازاي الاوكسيتوسين عايش في حياتنا، في حياة اي زوجين عايش ازاي. الاوكسيتوسين هيساعد during
ليبر، ليبر معناها الولادة، أو ساعات نقول عليها اسم تاني ديليفري، يساعد في أثناء الولادة. إزاي؟ أقول لكم على حاجة ليها علاقة بالنساء هتاخدوها في سنة ستة. طب اليوترس بيبقى في نهايته في حاجة اسمها سيرفكس، عنق الرحم، اللي من خلاله هيحصل الولادة. دكاترة النساء قالوا لنا معلومة مهمة جدا، قالوا علشان يحصل ولادة لازم السيرفكس يعمل دايلاتيشن، لازم يوسع، يوسع كذا سنتي علشان الولادة تبقى ولادة طبيعية. فاللي بيحصل ايه في كشك النساء في عين شمس او في اي مستشفى ولادة، دايما دكتور النساء يقول للست ايه؟ احزقي. احزقي دي معناها ايه؟ نزود الانترا ابدومينال بريشر، عايزين نزود الضغط في الابدومين. فنعمل ايه في اليوترس؟ كونتراكشن، هنضغط على الرحم، هنعصره. اليوترس لما يبقى كونتراكتد هيخلي المساحة اللي البيبي موجود فيها هيخليها تقل، وبالتالي هيد اوف ذا بيبي، دايما راس البيبي بتبقى لتحت ورجليه فوق. ده في معظم الأحوال البيبي بينزل براسه. تخيلوا معايا، احنا ضيقنا المساحة اللي البيبي موجود فيها، فراسه هتعمل بريشر، عايزة تخرج لبره من خلال مين؟ السيرفكس اوف ذا يوترس، راس البيبي عماله تزق السيرفكس، عايزه توسعه. طب ايه اللي بيحصل؟ هقول لكم تتابع الاحداث. راس البيبي لمست السيرفكس، ربنا حط عند السيرفكس ريسبتورز اسمها تاتش ريسبتورز. الريسبتورز دي لما توصل للفايرنج ليفل هتبعت سيجنالز مباشرة إلى الهايبوثالاموس، إلى مصنع الأوكسيتوسين اللي هو بارا فنتريكولر نيوكليوس، تقول لها إيه؟ صنعي أوكسيتوسين دلوقتي. ولما يتصنع يمشي في المسار بتاعه للبوستيريور بيتيوتري، يتخزن هناك، وبعد كده نخرجه. وانتوا فاكرين بنخرجه ازاي؟ اكشن بوتنشال، يدخل كالسيوم، يمسك في الفيسيكلز اللي مخزنه اوكسيتوسين، يطلع الاوكسيتوسين يعمل ايه؟ كونتراكشن لليوترس اكتر. كل مرة هيعمل انقباض للرحم اكتر، ولما يعمل كونتراكشن اكتر هيزق الهيد اوف ذا بيبي اكتر، فهيوسع السيرفكس اكتر، وهكذا. كأن الموضوع بوزيتيف فيد باك. يعني ايه؟ كل ما الهيد اوف ذا بيبي توسع السيرفكس، احنا عايزين نكرر المحاولة دي مرة واتنين وتلاتة وعشرة، لان دايما الولادة بتاخد وقت، ده بتاخد ساعات. ده حتى دكتور النساء دايما يقول للست ايه؟ يقول لها لو نزلت مية عليكي خلاص تعالي المستشفى علشان هنحجزك. دي بداية انها داخلة في الولادة، ويعمل ايه؟ يجي يفحصها
ويشوف السيرفكس واسع كام سنتي بصباعه، الكلام ده بيحصل، ويقولها لا لسه معادك مش دلوقتي، لسه قدامك 5 6 ساعات، ويحطها تحت الملاحظة، وكل ساعة يرجع ويشوف السيرفكس وسع قد ايه. وعلى فكرة دايما دكتور النساء بيدي للست فرصة انها تولد ولادة طبيعية بسبب الاوكسيتوسين، لكن مش معقولة هيفضل يخليها لما لا نهاية. لا، السيرفكس ما بيوسعش. عارفين معنى الكلام ده ايه؟ الاوكسيتوسين الطبيعي اللي ربنا ادهولها قليل. فيعملوا دكاترة النساء حاجة جميلة قوي، يعلق لها محاليل، والمحاليل دي هيبقى فيها اوكسيتوسين حاجة زيه، يبتدي ان هو يحط لها الاوكسيتوسين في السوليوشن ده علشان يسرع من الكونتراكشنز اللي العيانين بيقولوا عليها بالبلدي، يسرع من الطلق. دايما الناس يقولك في طلق طبيعي، بيتكلموا على ايه؟ على اوكسيتوسين طبيعي، وفي طلق صناعي. صناعي يعني انه هو بيديني حاجة من بره يساعد على انقباضات الرحم. الكلام ده في منتهى الأهمية. يعني معنى الكلام ده ان الاوكسيتوسين help in delivery بالبوزيتيف فيد باك. بس احنا كدكاترة فيسيولوجي نيجي نحط لكم مصطلح جميل قوي، هقول لك الكلام ده حصل بحاجة اسمها نيورو اندوكراين ريفلكس. طب ما هو الكلام ده صح، نيورو بعتنا اشارات عصبية من السيرفكس الى الهايبوثالامس. فين الاندوكراين الهرمون اللي نزل من البوستيريور بيتيوتري وساعد على مور اند مور يوتيراين كونتراكشنز؟ عشان كده الموضوع ده في غاية الأهمية، نيورو اندوكراين ريفلكس. طيب خلاص الست دي ولدت، يبقى نيجي نشوف الترتيب الثالث للأحداث. عايزة ترضع، برضو الأوكسيتوسين يساعد على الرضاعة، ساكلينج ريفلكس. ازاي يا دكتور؟ هقول لكم على حاجة جميلة قوي. البريست الاناتومي بتاعه يتكون من حاجتين، الفيولاي اند دكت. الفيولاي بيتجمع فيها اللبن، ودكت القنوات اللي بيمشي فيها الملك في البريست. البيبي ما يقدرش يرضع لوحده من غير وجود مايو ايبيثيليال سيلز اراوند ذا الفيولاي. يعني ما يقدرش يرضع اللبن ياخده من الالفيولاي نفسها، هو محتاج مايو ايبيثيليال سيلز تساعده على السكلينج. بس في حاجة، هو محتاج ان السيلز اللي حوالين الالفيولاي دي تعمل ايه؟ تعصر الالفيولاي، فهو يرضع بالنيجاتيف ساكشن. فالاوكسيتوسين بيقول للبيبي انا هساعدك على الرضاعة، هعمل contraction of myo epithelial cells around the alveoli، ولما اعمل الكونتراكشن دي هساعدك
على الساكلينج. عارف لما تعصر له حاجة قوي تجمعها له سهل جدا ان هو يسحبها. ولكن طالب قال لي بس يا دكتور ايه الميكانيزم اللي هتساعده على الساكلينج؟ قلت له ببساطة اول ما شفايف البيبي هتلمس النيبل اوف ذا بريست، ربنا عامل عند النيبل تاتش ريسبتورز، التاتش ريسبتور بعت سيجنال للهايبوثالاموس للبارافنتريكولر نيوكليوس مصنع الاوكسيتوسين علشان تدي امر للبوستيريور بيتيوتري تطلع اوكسيتوسين فيحصل كونتراكشن اوف مايو ايبيثيليال سيلز اراوند ذا الفيولاي فيساعد على ميلك ايجكشن، او كتاب الاسم يقول لك كلمه تانية ميلك ليت داون، نزول اللبن ليت داون. ساعات بعض الاساتذه عندنا يتضايقوا شويه من كلمه ميلك ايجكشن، يقول لك يا ابني ايجكشن دي معناها ان اللبن هيخرج لبره؟ لا، ده احنا ما بنحبش المصطلح ده، نحب كلمة ميلك ليت داون. يعني من الاخر انتوا ملاحظين حاجة، ملاحظين ان الاوكسيتوسين بيشتغل بطريقة واحدة هي طريقة الكونتراكشن. وانا ليه حبيت اشرح الموضوع بالترتيب الزمني للاحداث علشان ما ننساش، ما ينفعش اقول لك ماماري جلاند في البدايه والبيبي بيرضع واخلص لك الاكشن بانتر كورس. لا، البيبي ده جه نتيجه ايه؟ انتر كورس. يبقى لازم البدايه انتر كورس اولا، ثم ديورينج الليبر الولاده ثانيا، وثالثا اون ماماري جلاند ساكلينج ريفلكس. ولو تلاحظوا دايما اي ريفلكس بيبقى ايه؟ بيبقى ستيمولس ريسبتور افرنت سنتر افرنت ريسبونس. فطلبه قالوا لي بس انت يا دكتور وانت بتشرح ما قلتش الست نقط دول. طب ما احنا نقدر نقولهم مع بعض. ايه الستيمولس؟ ذا بيبي تاتش، بيبي ليبس تاتش ذا ماذر نيبل. طب الريسبتور اللي استقبله ايه؟ تاتش ريسبتور على النيبل. افرنت رايح للسنتر، مين السنتر؟ هايبو ثالاموس بارا فينتريكولر نيوكليس. افرنت نازل بيعمل ريسبونس اللي هو اوكسيتوسين كونتراكت فيساعد على الساكلين. عشان كده في بداية كلامي كنت بقول ايه؟ الاوكسيتوسين ده عايش في حياة اي زوجين من اول انتركورس لولادة الى رضاعة في منتهى الاهمية. في نقطة رابعة في الاكشنز ملهاش علاقة بكلمة السر كونتراكشن. النقطة الرابعة ايه هي؟ الاوكسيتوسين اكت از اكيميكال ترانسميتر. بمعنى ايه؟ المرة اللي فاتت انا قلت لكم انتي دايوريتك هرمون يساعد على الذاكرة على الميموري، ده هو بيطلع وقت الحادثة لما نفقد 10% من دمنا. تمام، ممكن يطلع الـ ADH يفكرك، عمر ما واحد ينسى حادثة حصلت له. لكن الأوكسيتوسين هيعمل العكس، هو عكس الـ ADH،
هيعمل ايه؟ نيجاتيف ميموري، ذاكرة سلبية. يعني بمعنى ايه يا دكتور؟ الاوكسيتوسين ده بيطلع علشان ينسي الست آلام الولادة. ده صحيح، والدليل على كلامنا ان اي واحدة بتولد اول مرة بتتعب في الولادة جدا وبتقول خلاص انا مش هخلف تاني، وبعد سنتين او اقل تلاقي ان هي بريجننت او معاها بيبي اخر. فالناس تستغرب، دي كانت لسه قايلة مش هخلف تاني، ايه اللي حصل؟ الكلام ده ليه اساس علمي. الاوكسيتوسين هيعمل ايه؟ هيعمل انهيبيشن للاكشن بوتنشال اللي هتتبعت من الهايبوثالاموس الى الهيبوكامبس. هيبوكامبس هو مركز الذاكرة في البرين، اي حاجة عايز تفتكرها لازم هتوصل في صورة كهربا للهيبوكامب. الاوكسيتوسين يعمل ايه؟ يمنع وصول الكهربا دي الى الهيبوكامبس بطريقة ما زالت غير معروفة، علشان كده ينسي الست آلام الولادة. وده اللي بيحصل مع كل المصريات أو مع أي واحدة في العالم بتخلف مرة واتنين وتلاتة. بسبب إيه؟ الأوكسيتوسين بينسينا. يعني معنى الكلام إن ربنا قادر على كل حاجة، يقدر يفكرك بالحادثة بـ ADH، ده ميموري مهمة، وينسيك حاجة ممكن تكررها تاني لانها مش خطيرة، الولادة الديليفري. فالاوكسيتوسين يعمل نيجاتيف ميموري. اقول لكم على حاجة تانية بتتسأل في الشفوي مهمة قوي. الاوكسيتوسين زي ما هو عكس الاي دي اتش في الميموري، هو يتشابه معاه في حاجة مهمة قوي، فازو كونستريكشن اوف بلاد فيسلز. فطالبة قالت لي ده شيء طبيعي يا دكتور، ده انت لسه قايل ان كلمة السر في الاوكسيتوسين هي الكونتراكشن. قلت لها ايوه. قالت لي ما انت قايل دلوقتي فازو كونستريكشن. ليه بيعمل فازو كونستريكشن؟ اثناء الولادة ممكن يحصل هامورج، نزيف. عايزين نقلل نزيف الولادة يبقى نعمل ايه؟ هنسد كل البلد فيسلز اللي ممكن تطلع بلد. عشان كده الاوكسيتوسين قال انا هعمل فازو كونستريكشن of uterine blood vessels during labor. كل الأوعية الدموية بتاعة الرحم هقفلها، هعملها انقباض علشان أقلل حدوث نزيف. يعني ربنا بيساعد بالأوكسيتوسين مش بس إن الهيد أوف بيبي توسع السيرفكس، ده كمان بيقلل بيها نزيف الولادة. شوفوا الإبداع، منظومة متكاملة بتخدم هدف واحد، الولادة بسلام. هو ده اللي ربنا بيعمله في الأوكسيتوسين. طب يا دكتور الاستيمولاي اوف أوكسيتوسين ايه؟ اتقالت مع الأكشن. امتى يطلع أوكسيتوسين؟ تقول لي أول حاجة sexual intercourse، تاني حاجة during labor، تالت حاجة suckling reflex. يعني انا مش عايزك تحفظ، فهمت الاكشنز؟ الاستيمولاي
سهل جدا اقولها، وبكرر تاني ضروري مراعاة ترتيب الاحداث. نيجي لهرمون تاني كان مفروض اقوله مع الجراس هرمون وما حبيتش اقوله وقتها، وهقوله النهارده مع الاوكسيتوسين، هو هرمون البرولاكتين. وهنا طلبة كتيرة سألتني ليه يا دكتور ما قلتوش مع الجراس هرمون؟ لسبب، برولاكتين هو هرمون اللبن، الهرمون اللي ليه علاقة بالبرست ديفلوبمنت والرضاعة، عشان كده انا قلت اقوله مع هرمون شبيه ليه وهو الاوكسيتوسين. على فكرة البرولاكتين ده يتشابه مع الاوكسيتوسين في حاجة، ويتشابه مع الجراس هرمون في الاستراكشر. بس قبل ما اجي اشرح الكلام ده، انا عايز افهمكم حاجة في منتهى الاهمية، ان اي ست وهي حامل لازم البرست عندها بيحصل له انلارجمنت، بيكبر، واللي يساعد على كده فيميل هرمونز، هنقولهم فيما بعد مع الريبرودكشن، استروجين اند بروجستيرون. الاتنين هرمونز دول مهمين جدا، وهنعرف كل هرمون يعمل ايه. واحد فيهم يكون البريست الفيولاي، وواحد تاني يكون الضغط ويغمق النبل. موضوع منظومة متكاملة هنعرفها مع الريبرودكشن بعدين. التو هرمونز دول مفروض يشتغل معاهم البرولاكتين، يساعد على نمو البريست، يساعد انه يكبره. بس في نقطة مهمة قوي عايزكم تخلوا بالكم منها، البرولاكتين هو هرمون الرضاعة، والست دي لسه حامل. يعني معنى الكلام ده ان البرولاكتين انا مش هشغله تماما. فطالب سألني يعني ايه، قلت له دور البرولاكتين في مرحلة الحمل حاجة واحدة، يساعد الاستروجين والبروجستيرون على البريست ديفلوبت، ولكن اوقفه ازاي بعد كده؟ ان انا امنع انه يشتغل على ريسبتور معينة موجودة على البريست. ده دلوقتي مفيش رضاعة، مين اللي هيمنع شغله في الرضاعة؟ هو الاستروجين. بلوك its receptors on mammary gland. يعني ايه؟ يعني هقول له كده، كان الاستروجين بيقول للبرولاكتين، هيقول له انت دلوقتي شغلك واقف، امتى تشتغل؟ during delivery، الولادة حصلت، البيبي ده عايز يرضع، هيشتغل البرولاكتين. وحتى قلت لكم معنى الهرمون جميل، لاكتين معناها لبن، وبرو معناها قبل. يعني ايه؟ يعني هرمون اللبن برولاكتين يعمل اللاكتين والكازين اللي موجود في لبن الام، ده مهم جدا. في حاجة تانية احب افهمها لكم، ان البرولاكتين ده هيعمل انهيبيشن لهرمون اخر، كأن العلاقات كلها نيجاتيف فيدباك. انهيبيشن يعني ايه؟ احنا قلنا ان الاستروجين
هيوقف البرولاكتين اثناء الحمل، ممنوع رضاعه، وده شيء طبيعي. ازاي يحصل حمل ورضاعه في وقت واحد؟ ما ينفعش منطقيا. وفي نقطه تانية، البرولاكتين لما هيتكون ويشتغل وهيحصل رضاعه دلوقتي، هيعمل انهيبيشن لل LH. LH ده ايه؟ هرمون ده هنقوله مع المنسترويشن او الدوره الشهريه. ازاي يحصل رضاعه مع دوره شهريه للفيميل؟ ما ينفعش. يعني كأن ربنا بيبعت رساله لينا مهمه قوي نفهمها. ما ينفعش حاجتين عكس بعض يحصلوا في وقت واحد مع بعض. ازاي يحصل حمل ورضاعه مع بعض؟ ما ينفعش. فالاستروجين انهبيتس برولاكتين. ازاي هيحصل رضاعه ومنسترويشن مع بعض؟ ما ينفعش. علشان كده ربنا خلى البرولاكتين اللي بيطلع وقت السكلينج انهبيتس هرمون اسمه ليوتينايزنج هرمون LH. هنذكره بالتفصيل مع برانش هو الريبرودكشن. طيب عايزين نعرف الستيمولاي اوف برولاكتين ريليز يا دكتور. الاستيمولاي بتاعتنا جميلة قوي. اول حاجة ساكلينج ريفلكس، ودي احنا قلناها، دايما البرولاكتين بيطلع مع الرضاعة، دي مهمة جدا. تاني استيمولس هو سليب، ودي نقطة عايزكم تخلوا بالكم منها. دايما نقول للست اللي بترضع نامي كويس هترضعي كويس. طب يا دكتور ايه هي العلاقة؟ اثناء النوم الجراس هرمون هيزيد، وانا لسه قايل لكم في المقدمة على حاجة مهمة قوي. ايه هي؟ ان البرولاكتين الاستراكشر بتاعه زي الجروث هرمون. الجروث هرمون يزيد مع النوم، والبرولاكتين سكريشن كمان هيزيد مع النوم. علشان كده دايما الست اللي بتبقى متوترة واللي هي ما بتنامش كويس تلاقيها ما بترضعش كويس، فتروح لدكتور الأطفال وتقول له البيبي على طول بيعيط وأنا مش عارفة أرضعه. ده كلام الأمهات في العيادات، كلام مهم قوي. فيسألها سؤال مبدئي، بتنامي كم ساعة في اليوم؟ تقول له أنا ما بنامش كتير. يقول لها هو ده السبب. دايما مع النوم الجراس هرمون والبرولاكتين بيزيدوا، فتقدر تعمل رضاعة كويسة لابنها. يبقى دي رقم اتنين، نام كويس، نامي كويس، ترضعي كويس. رقم تلاتة مهم قوي هو الاسترس. استرس يعني ايه؟ كلمة استرس تحمل معنيين عايزكم تخلوا بالكم منها. استرس يعني واحدة متوترة جدا طول الوقت بتتخانق مع جوزها، عارفين؟ ما تعرفش ترضع كويس. ايه السبب العلمي في كده؟ استرس يعني ايه اللي هيحصل؟ هيتكون كاتيكولامينز ادرينالين ونور ادرينالين. هسألكم سؤال بايو كيمستري بسيط واشوفكم فاكرينه ولا لا. هو الكاتيكولامينز كانت بتتكون ازاي؟ هتقولولي من الفينايل الانين.
يتحول إلى الدوبا ثم دوبامين إلى نور أدرينالين وفي الآخر أدرينالين. فطلبة سألوني: أنت سألتنا ليه إزاي بيتكون الكاتيكولامينز؟ قلت لهم علشان أوصلك لنقطة واحدة، هي نقطة الدوبامين. الدوبامين inhibit the prolactin secretion، ودي مهمة قوي. دايما الدوبامين ده هو اللي هيوقف افراز البرولاكتين. علشان كده دايما نقول لأي ست بترضع: ما تبقيش متوترة، ما تتخنقيش كتير. حتى الناس بيقولوها بالفطرة، يقول لها ايه ده الناس البلدي، اوعي تتخانقي كتير مع جوزك، مش هيبقى عندك لبن خالص ترضعيه لابنك. الكلام ده فعلا صح، وده سببه العلمي هو الدوبامين. الكلام ده احنا استفدنا بيه ازاي؟ استفدنا بيه في الطب علشان واحدة تعرف ترضع، انا هدي دواء يمنع شغل الدوبامين. الحاجة اللي بتعمل لها انهيبيشن انا هوقفها، ودي نقطة مهمة قوي. ودايما اي حاجة تشغل او توقف هتلاقوا ان مصدرها حاجة واحدة، هو البرين. يعني انا اقول لك ايه، هقول لك في الهايبوثالاموس حاجه اسمها برولاكتين انهيبيتوري هرمون PIH. فاكرين في مقدمه الاندوكراين كنت بقول ايه؟ الهايبوثالاموس يطلع اما ريليزنج هرمون ستيمولاتينج او انهيبيتوري هرمون توقف. فهنا الهرمون الانهيبيتوري اسمه ايه؟ برولاكتين انهيبيتوري هرمون، ده اللي هيوقف عملية الرضاعة. يبقى احنا دايما ندي دواء يمنع الانهيبيتوري ده، نمنع شغل الدوبامين. فاقول لك دوبامين بلوكرز لو احنا اديناه هنقدر نساعد على الرضاعة. الكلام ده في غاية الأهمية. يبقى احنا قلنا الساكلينج، سليب، ستريس، وكلهم بحرف الاس علشان تفكرك وتبقى سهلة في حفظها. في نقطة مهمة لازم نقولها: ساعات الأم وهي في الشغل لو بتفكر في ابنها سايباه في حضانة، سايباه عند والدتها، هتلاقوا البرولاكتين ريليز بيزيد وابتدى يخرج ملك تلقائي من البريست عندها. ودي نقطة مهمة قوي، بنسميها conditioned reflex. ما معنى كلمة conditioned؟ يعني ايه؟ مشروطة. يعني البريست سكريشن مشروط بالتفكير في البيبي. ده لو هي دخلت من البيت بسرعة وسابت البيبي عند اي حد من اهلها، بتدخل على طول تسمع صوته بيعيط اول ما تدخل من الباب، تلاقي البرولاكتين يزيد. hearing the baby crying، يعني تسمع صوته بيعيط يتكون برولاكتين، تفكر فيه يتكون برولاكتين. الموضوع ده يفكركم بايه؟ بالجي اي تي في اول السنة، لما قلنا لما تسمع صوت المعالق والشوك على الترابيزة، لما تشوف الاكل تشم ريحته
سبيشال سنس عندك هتتكون، وبالتالي يتكون سلايف. ده هنا نفس الفكرة، تفكير في البيبي، سماع صوته، تشوفه قدام عينيه، حتى الرؤية، كل الحاجات دي اسمها conditioned reflexes، هتزود البرولاكتين ريليز. وهنا انا عايز اقول لكم على حاجة جميلة قوي في الاندوكراين. ربنا خلق بس برولاكتين انهيبيتوري هرمون، بس مفيش حاجة اسمها برولاكتين ريليزنج هرمون. يعني ربنا خلق اللي يوقف. فطلبة كتيرة قالت طب يا دكتور ده احنا عايزين برولاكتين، يحصل ازاي؟ قلت لهم عادي، هنوقف البرولاكتين انهيبيتوري هرمون، انا هوقف الهرمون اللي بيوقف البرولاكتين. زي ما كنا بنقولها زمان، نيجاتيف النيجاتيف بوزيتيف، نفي النفي اثبات، هوقف اللي بيوقفك فانت هتشتغل طبيعي. اخر حاجة عايز اقولها الديزيزز، ودي قلناها زمان، بما ان البرولاكتين والجروس هرمون ستراكتشر واحد، لو زاد الجروس هرمون هيزيد البرولاكتين معاه، زي مرض مشهور جدا هو اكروميجالي، زاد الجروس هرمون، فاكرين وقتها قلنا ايه؟ هيكبر البراست بتاع الراجل ده، وهسميها جاينيكو ماستيا، جاينيكو يعني انلارجمنت، ماستيا يعني بريست، البريست هيكبر. ده مش بس كده، لو انت عصرت صدره هتطلع منه ملك، فالمرض اسمه ايه؟ جالاكتو ريا. وعايز اعودكم على حاجة مهمة قوي، ريا معناها افراز، سكريشن، جالاكتو معناها لبن، ما هو اللبن فيه جالاكتوز. كلام ده في منتهى الأهمية، عشان كده لو زاد البرولاكتين يسألك في الشفوي هيحصل ايه؟ هتقول له جالاكتو ريا. كلام ده في غاية الأهمية، عايزين دايما نبقى مركزين عليه. يبقى انا في النهاية عايز اقول لكم حاجة، الاوكسيتوسين كلمة السر كونتراكشن، واوعى تنسى الترتيب الزمني للاحداث، والبرولاكتين كلمة السر 3S، ساكلينج، سليب، ستريس، حاجات مهمة جدا، وكونديشند ريفلكسز. واخر حاجة عايز اقولها، ان ربنا خلق ثنائيات جميلة، الانتي دايوريتك هرمون والاوكسيتوسين يتشابهوا في حاجة واحدة، فازو كونستريكشن، والبرولاكتين والجروس هرمون يتشابهوا في الاستراكتشر، علشان كده الاتنين بيزيدوا مع السليب، مع الست اللي تنام كويس تلاقوا بتعرف ترضع كويس، وكمان الاتنين يزيدوا في الديزيزس مع بعض، مع اكروميجالي تلاقي عنده جالاكتو ريا.